لك شبك ابو حمدي مادة شو صار لك؟ ماني متعود على الزرار يا ابو حمدي، طول عمري بدق من تبع القوس، بس بعد الشيء انا حجرب. ها بسم الله الرحمن الرحيم. شفت؟ قال بده يصالحه، كان ورطه بس طول وعه حرام ربعي. ضبط ابو حمدي، انت متاكد انه بيطلع بايده يساعدنا هاد؟ ايه مثل ما دي شايفه، صحيح هو مساعد بس بيطلع بايده كل شيء. الو اختي، الو اختي، ابو يامن موجود؟ قولي له والله ابو حمدي تبع الصحيه اللي محله بالعقيبه. ايه اختي مستني. انا متاكد انه راح يطلع بايده؟ لك انا عم اقول لك ابو صبحي، هذا ايده طويله وله قرايبين ومعارف بكل الفروعه، ومدعوم قد ما تقول مدعوم، وكل اولاد ضيعته بيشتغلوا بالمخابرات. ابو يامن، يا ابو يامن، نحن وانا وانت استنيتنا يا ابو يامن. بعرف والله بعرف، وانت غالي علي كمان، كثير كثير غالي. هذا يا سيدي ابن 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 اخوها لمرتي. ايوه ابن حماي، ابن حماي وقع بمشكله، وانا دقيت ايدي على صدري قدام ابن حماي وقلت له عندي. بقى بدي اياك يا ابو يامن ما تخجلني، دخيل عينك انا. ايه دخيل عينك، إيه رد على التليفون، رد رد ابو يامن. معك راح يرد على التليفون الثاني، حاكم عنده 6 خطوط اللي يتم عليه. ما قلت لك مدعوم؟ بس ربحي شغلته كبيرة. لا تخاف ابو صبحي، لا تخاف، محلولة بإذن الله. ابو يامين اخي، هذا الولد حب يمزح معنا وعمل اذاعة بالبيت، يعني شغل اولاد، وصار يقول علقة الحرب، علقة الحرب، سوريا يا حبيبتي، احطي لي كرامتي. وبعد كم دقيقة ما لقينا الا الباب عم يندق، ودخلوا علينا 6 رجال طوال عراب من جماعتهم سيدي هدول، وفي معهم واحد جير يمكن رئيسهم، وفاتوا لجوا اخذوا ربحي وضبوا الاذاعه واخذوها معهم. شو الراجل قطت الاذاعه؟ شو هي الراجل يا ابو يامي؟ يا
يعني أمتي منك هلا وقت سؤالاتك سأل عالصبي. ايه فهمت عليك فهمت عليك. لا ما عرفنا بأنه فرع بس منكم سيدي هدول منكم سيدي هني ما حكوا معنا ولا كلمة يعني كلمة كلمتين بس بينات بعضهم صاروا يهمهروا كتير وفاتوا لجوا طبوا بربحي وطالعوا وراحوا. اسمه ربحي سيدي سيدي سجلوا عندك إذا بتريد ربحي ابن عزمي سكجها أسيدي ضربوا كم طيارة على رقبته وبس. طيب سأل سيدي سأل بعد نص ساعة إلا لازمي بعدين أبو يامين لأنه قلبنا عم يفور ويغلي مثل ما إلاية الزيت يا أبو يامين. الله معك مع السلامة. إيه أبو حمدي شو قال لك؟ قال بعد نص ساعة بيلاقي لنا يا كيف ما خطرت على بالي رح دق لأبو عادل على المخفر. لك أختي الشرطة غير هدول الله يلطف فيه هدول ظلام بس بدي أعني ليش هيك عمل؟ حدا يفتح الباب. شفتك كيف نطيتي لفتحتي الباب؟ إيه أبو مازن إجاني رحمة ما شفت شلون نحن قاعدين ساكتين وهن قاعدين عم بيحكوا لحالهم وما عم يشاركونا بالحديث. شمتانة لولو؟ لا مو هيك بس يعني حسيت إنه أكل نصيبه. لك حرام عليك يا لولو حرام عليك حبيبتي ما بصير ما بصير طير. لك ما بيجوز من الله هذا اللي عم تعملي. لك شبك هدول جماعة ما في معهم مزح منو. إيه أنا لما بيصدف وبضطر أمره من قدام شي فرع من الفروعة بحط عيني بالأرض وبصير قلبي يدق وأنا عم أقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم بصير بقرا وبنفخ بقرا وبنفخ بقرا وبنفخ لحتى أقطع من قدام الفرع. إيش أقول لحالي ليقوموا يقفطوني ويدقوا فيني حاكمنا يعني حبسة الرجال عندهم حق نص فرنك مثل شربة المي وما حدا بيقدر يراجعهم. الله يكون معك يا ربحي يا أخي الله يهدون ويهديك. طب ليش ليعمل هيك ما حسبها مع حسبها؟ لا حسبها ونص. ربحي قلبه طيب ما بحب حدا يدسله على طرف بس انتو ما فهمتوا عليه. ان شاء الله ما يكونوا حاطينه على بساط الريح. انا شفتهم عم يضربوه. اوخ مسكوا عم بخار ان شاء الله من ايد ما نعدمها. يا الله ما اطيبها القهوة. اخ لو كنت شب لكنت هجمت عليهم وخلصتهم بين ايديهم بس شو بدي اعمل؟ السن له حكمه يا ابو صبحي. بكفي طلعتك لهون يا ابو مازن. ولو يا ابو صبحي جار للجار بعدين نحن اهل. حتى ابو رئيف اللحام مر لعندي وقال لي بدي روح معك بس خجلان من هون عامل دق نقص مع ابو صبحي. شو هو ما قال لي عليه. ابو ديبو الحداد قال لي روح اطمن لي عليهم وطمني. هو عنده تركيب تصوينه ومواعيد جماعه. بعدين بدي اقول لك انا لقيتهم خايفين ومتلبكين الحق معهم حتى انا خايف. هالبنات من عندي مو هيك محمدي اجاني اظرف. عن ايش كنا عم نحكي؟ صحيح حتى انا كنت خايف. بتعرف ابو صبحي هدول بيمسكوا الواحد على الريحه بس قلت لا يا ابو مازن لا عيب روح وطلع لعنده لو كان على روحه. لا تاخذني ابو مازن على المقاطعه ام لولو. نعم امشي معي على المطبخ شوي. اختي مو انت جيتي لعندي على المحل قبل كم يوم تساليني عن جماعه بلا انت مو انت كمان اللي اعطيتني قدامي على السكر وتكسر واسناني منها. رجعي لي اياهم اكلناهم. صح ايه ابو صبحي صحيح مو وقتها بس انا عتبان عليك كتير. خير هيك يا منظوم بتجوز صبحي وما بتعزمنا على القليل بعت لنا صرة ملبس او زبدية ايما. والله يا ابو مازي صارت فجأة عملناها عدية اهلية يعني. دكتورة طلة تعي قلك عاوزتك شوي. طيب انا عن اذنكم لحظه. منو هي ابو صبحي؟ صار لي كم مره شايفها هون بالحاره وراح يطق قلبي على ما اعرف منو هي. بعدين ابو مازن بعدين هي صهري هي صار الساعه له. يا والله بتتركي من ايدك دكتوره. لك حبيبتي انا ناديت لك لتتسلي مو لتشتغلي احسن من قعدتك مع رجال دخلك شو راح يجيكي. بعدين هذا ابو مازن ابني بقتله لسانه ما بيفوت لحلقه يا خيتي. اعوذ بالله يا ست شكريه معقوله اقعد واترككم تشتغلوا لحالكم؟ ما بيصير. لشو الاكل؟ ما حدا له نفس ياكل. يا دكتوره العالم على لحم بطنه
يعني إذا ما أكلنا رح يرجع ربحي؟ غير إنه جوزي إذا ما أكل بيموت، بعدين في ناس غيره. شبكي أم لولو ساكتة مالك عم تحكي روحي؟ لا ما في شي، بس عم بقرأ له بقلبي لربحي مشان الله يفك أسره. عم تقري له ولا عم تقري عليه؟ يو تركي من إيدك دكتورة، تركي هلأ أم لولو الله يرضى عليها بتفرم البصلة. ليش مالي إيدين لحتى أفرم بصل، ولا مفكرتيني ببيتي ما بفرم بصل؟ بعدين أم لولو ملتية بالمتبل. الله يعزك يا دكتورة، بس أنا بدي أفهم يعني الست شكرية ليش حاطة حطاطة من حطاطي؟ أنا مو فهمتك سوء التفاهم يلي صار بيناتنا. ليش أنا شو قلت؟ كل اللي قلته إنه تبادلي الدكتورة بفرم البصل. قلت لحالي إذا نشفانين عيونك من دموع البصل بيدمع لك عيونك، فيها شي؟ من عيوني عم قلك يا أبو يامين، أنت اطلب تعطى. أخي شرف لعندي على المحل وخذ كل لوازمك، وأنا رح وصي هنداوي يعطيك اللي بتريده. تسلام تسلام يا طيب، إيه الله يخلينا ياك، شكرا. إيه سيدي بدي أقول لك بعد نص ساعة. حاضر سيدي حاضر، الله معكم سيدي. طمني يا فندي. لا تخاف الصبحي لا تخاف، ما سمعت؟ قال وصى في ابن أخته بالفرع 313 يلي أخذوه عليه، وعم يقول كمان إنه صعيب التهمينة والتجسس شرط كبير كتير، لكن محلولة بإذن الله. شفت؟ طالما طلب مني بواري وعكوسات وحنفيات وكواع معناها بيقدر يحلها. تجسس؟ ولد عم يلعب ببيته بدهم يلزقوا له تهمة؟ يا ولا يوجهنا الخير بجاه الحبيب المصطفى. لك يا ابو حمدي اذا شغل التجسس ومثل ما قلت لي هذا مساعد معناتها ما بيطلع بايده، خلينا نفكر بواحد اكبر منه ونفهم الموضوع. طب ما زين يعني ما في حواليك حدا؟ انا منين يا حسره؟ انا بعيد عن الشل سبع سنه وبغني له الله يبعدنا عنه ويبعدنا عنا بجاه الحبيب المصطفى. سعيد ذكرت ابو اياد المنجد كل الحاله بتعرفه مخبير، شو رايك نجيبه ونحاكي؟ انا بمون عليه، شو رايك ابو صبحي؟ مخبر؟ ايه مخبر ما بيطلع بايده. لك حاسس حالي غريب بطوء من شجره، لك اذا الواحد ما له قرايب بالمخابرات ووقع بمشكله بتروح عليه. طول بالك ابو صبحي، عندي انا اللي بتطالعه باذن الله. بدي اطلع. لا لا بدي اطلع. لا صبحي ما في تطلع. حبيبتي مزروقة عملها تحتي. ايه عملها تحتك على مسؤوليتي، هذا اذا ما صار شيء. لك لازم نطلع نشوف شو عم يصير برا. صبحي لا ما في تطلع. هلا بيقولوا تركوا اخوه لينحبس حتى يجوا يحكوا مع بعضها. ايه مو مشكلة، نحن عرايس منقدر نحكي مع بعض. انت قلتي يا خلينا نحكي مع بعض. لك شو الصوت كسرت اياه. معقول عريسه بايد وحده؟ بوسية بالله. ده كان يبوسها؟ ايه بوسية. لك لا خلاص تكيا. خليني اطلع. لا ما في تطلع، لانه اذا بدك تطلع لازم اطلع معك، ومو حلو يسالوك عني، هيك نحن قاعدين بحجه بعض. لا عمي لا بحجه بعض ولا شيء، كل واحد قاعد بحجته، بكفي هلا كسرتي اللي عندنا. بتعرفي شو؟ ليش عم تضحكي؟ عليك الله يسامحك، احيانا بحسك تشبهي لربحي، يعني تصرفاتكم مثل بعض. ها ليش انا شريره مثل ربحي؟ انا قلت شريره؟ بعت لي حما اذا قلت شريره. دخي ربك ابتسام مع لذه، بس احيانا هيك يعني بحسكم انتم بتحبوا المؤامرات. قال لي شغله بدي اطلع. لا بدي اطلع. يا ستر اختك بدي اطلع. شو اخذتوش شايفتك؟ لا مو اخذتوش، بس كم بدي اطلع. بتلعبي وز؟ ايه بلعب وز. جوز؟ ايه فرد. ايه جوز؟ ايه فرد. يلا واحدة ثلاثة ثلاثة فرد بطلت العب خلاص بلعب. ايوه يلا. يستملي الابتسامة. وز لك تريد. لك تريد العمى. خليني اطلع. دافي بدك ترجع. العمى خنقتني. اللي ابو حمدي كيف بدك تطالعه؟ ليكون عم تشتغل معهم وانا مالي دريانه؟ وليها لعينك بعرفك. اعوذ بالله. ايه انا ضد عقلي ازل العالم.
هذا ابو يامين طالما طلب الاغراض معناته بيقدر يطالعه. كان قال لي صاحبي بس بده ياخذ اجرته، انا متعود عليه. ما هو بيشتغل بالبيوت محل مساكن بال 86 وبيبيعها، ابي بياخذ كل اغراضه الصحيه من عندي وانا مفارقه معي. بس التجسس تهمه مو سهله يا ابو حمدي. مين قال سهله دكتوره؟ بس العمله لا كلمه. انا عندي شك جواتي انه مو تجسس، لانه هدول بيعرفوني اذا حكيت حالي وبيسمعوا دبيب النمله اذا مشكيت. بقى لو كان تجسس ما كانوا سكتوا عليه لهلا. هذا ابو يامين بيحب يكبرها مشان ياخذ اغراض اكثر. انا صرت حافظه صم دكتوره. طيب وهذا ابو اياد ليش بعدته جبتوه؟ ابو مازن بعت وراه وقال له لاخوك انه له عندهم معارف بيشتغل مخبر عمدي. مخبر؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، مالي دخل فيهم ذنوب ومن بده كل اللي دخل فيهم يا ابو مازن. انت بتعرفني رجال دغري من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي، بس حكي الناس ولا ثلاث الناس كثير يا اخي. صحيح انا قضيت خدمتي العسكريه بالمخابرات، ايه بس هذا الحكي كان من 20 سنه، فما عاد اعرف حدا منهم بنوب نوب. هن اخذوني مره على الفرع مشان شو؟ مشان اجد لهم الكنبايات. ها بس لا حكيت مع حدا ولا حدا حكى معي، الله وكيلكم. فبدك تعذرني يا ابو صبحي، ما بحسن بخدمك بهالقصه. خوش هو انا يعني بعرف لي زلمتين ثلاثه منهم من اللي بيشتغلوا معهم. ها بس شغل يا ابو مازن الله وكيلك شغل. هذا اللي بيجيب لي فرشه بنجد له اياها، وهذا اللي بيجيب لي الحاف شد له اياه، يعني شغل هيك. بقول لحالي يا ولد لا تاخذ منه الاجره، لا سمح الله لا سمح الله، بركه شي يوم من الايام احتزناه. تعرف يعني انت هدول من معارفك ابو اياد. انت بتعرفه لربحي، صحيح هو ملدن شوي بس مو تجسس. مالك يبين علي الله وكيلك وكيل السماء والارض، هو وابوه اخوه، عيله بتتقل بالذهب. ونعم الناس، اشهد بالله ونعم الناس، والله ما له لا شوكه ولا جرحه بقلبي. بدك تقول لي ابو صبحي بانه فرح حاطينه هن؟ قالونا ب 313، بتعرف حدا فيه؟ لا 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 لا، هدول صعبين كثير، هيك بسمع عنهم. بس لاقول لك فكري، اللي زلمة هنيك أنا. هاي تليفون، قوم احكي معه. لا يا أبو مازن بسلامة فهمك، هيك حكي ما بينحكى على التليفون، بده روحه لعنده. من روح وإذا بدك بشي معك. لا حبيبي بروح لحالي. وين أبو ياد؟ ما كفيت شاي؟ اتركه أبو مازن، إن شاء الله إن شاء الله إذا توفى إله مني أحلى عزيمة. وقل لهم إنه الصبي ما له دخل، إذا بدهم يمسكوني أنا ويفلتوه. ليش أنت إلك دخل أبو صبحي؟ لا ابو اياد، بس اذا بدهم حدا يمسكوه ياخذوني انا بداله. ومثل ما بتعرف حابين يورجوا العالم انهم موجودين، وما صدقوا لقطوا ابني. الله بجاه النبي يخلصنا منهم ومن شرورهم. لا 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 ابو صبحي، لا انت منفعل ومو قاصد الحكي، لا تقي على كلامه ابو اياد. شبك قاعد؟ نشف ريقي، بدي كمل كاس الشاي تبعي. معك حق يا ابو صبحي، الله وكيلك معك حق. فضفض فضفض يا اخي، ناس فظيعين هدول. فظيعين وبس؟ يا لطيف لك، هدول ظلام. ولك كل العالم تغير الا نحن. هداك اليوم قريت بالجريده انه كفوا ايد المخابرات بالبحرين. ولك مو بس بالبحرين، بالبحرين شغله دمله لبنان. خلونا بربحي يا ابو صبحي، ليش نكمل الموضوع؟ اتركه يفضفض يا ابو مازن، اتركه يفضفض بيريح. سامعك اخي ابو صبحي. قوم شوف لنا الولد ما بده يبعث حدا. بدنا نكمل الشاي. لك عم تطلب الشاي؟ قوم. لك والله بفكر نكمل حديثنا، نفهم شو بدنا نحكي. قوم. لا تأخر علينا ابو اياد. لا شو تأخر، عن حالك ان شاء الله برجع ولا يهمك. قول ان شاء الله. حضر لك قطرميز قدامي على سكر. حضر لي قضيبين سكر نبات عشان يحلى كلامي. على راسي. الله يصلحك يا ابو صبحي. نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم. هيك هيك يا ابو صبحي بتولد حالك. اي يعني ضروري بدي اجيب لك كم دجه. ليش شوفي شو صار؟ ليش طالع صوتك ابو مازن؟ لك شو بك انت الثانيه؟ ما صار شيء. ابو مازن بيحبيه ولا شوي. لا ستي صار، هذا اخوك يسب المخابرات قدام ابو ياد. يا ابو صبحي ما شفته كيف كان قايم؟ قام رجع قعد وبلش يرشل لك قنبل، وانت نازل حكي، وانا تورمت شفايفي من كثر ما عم اقول لك وانت نازل حكي. يبليني بحمه منك على هالفصل. ليش اقول لك اخي الحكي؟ انت الحالي منك؟ لك نحن ناقصين ناقصين. لك شبك انت وياه؟ اعصابي مو متحملها. ابو مازن انا ما حكيت شيء زياده، كل الناس بتحكي عنهم هيك. شو بدك يعني امدحهم وابني ممسوك عندهم؟
ابنك شو عمل؟ اللي ابنك شو عمل؟ ليك لعبة تهمين وتجسس. العالم اللي عم يمسكوها شو عم تعمل؟ عم تحكي كلمة كلمتين فشت خلق من ضيق حياتها، عم تنام عندهم 10-15 سنة. هذيك المرة رحنا سلمنا على أبو عبده، الله وكيلك ووكيل السماء والأرض، نايم على جنب واحد 15 سنة عندهم، شو عامل؟ كل اللي عامله إنه حاكي 4-5 كلمات لا بيقدموا ولا بيأخروا. خلص عم بازين، خلص، مو ناسك من الثاني. وأنت ليش وافقتي؟ ايه بعد لي حمى والله نسيت للجايه. ها ايه يلا تفضلوا على الاكل. هلا قلت لي ما بدي اكل لك من الصبح على لحم بطنك. قوم ابو مازن حضرنا العشاء. بس لك اخي بليني بحم مسكوت فتحي نام وما اكل. بس هلقمه من ايدي. إيه مالي نفس ام لولو، مالي نفس. كنت اقبرنيكم. شو ام لولو؟ شايفتك مالي على قفي ابو صبحي، شو الموضوع؟ يا انت الثانيه. ابو حمدي صار اكثر من نص ساعة بدي اقول له لابو يامين. شكرية لا تلطفي لي قلبي، ناوليني على التليفون. عادي عم تقول انا بجيبه. لا تواخذينا دكتورة، يعني كل ما بتجي لعنا بتعلقي معنا المشكلة. اعوذ بالله يا عادي، بالعكس انا خجلانة من حالي، ما في شيء اعمله. تقبريني اذا ما في شيء تعمليه هون، امي روحي على بيتي. تفضل عمو. ايه والله شكرا شكرا. لا دق الرقم ابو حمدي لساته موجود على الذاكره. هات لك لك ها رن خد خد. شو ما حدا عم يرد؟ يمكن عم يحكوا على التليفون الثاني. الو الو مرحبا اختي، انا ابو حمدي. اهلا وسهلا فيكي. شو راح مشوار ضروري؟ هو قال لك انه بيخبرني. اختي اعطيك الرقم مشان الا كان قليله بالله اني اتصلت انا. شكرا كثير شكرا، مع السلامه. ابو حمدي ليش ما اعطيت الرقم؟ طلع الرقم عندها على الكاشف. ما قالت لك وين راح؟ لا. شو بدنا نعمل هلا؟ اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة، آمين، متوسلين إليك بصاحب الخير والشفاعة، آمين، أن تدفع البلاء عن بيت أبو صبحي والنحس يا رب العالمين، آمين. ارتاحي يا ارتاحي، ليك إنك سو ارتاحي ترتاحي. أبو حمدي خد اتصل فيه بركي بيكون رجع. استني شوي محمدي، استني شوي لتصير 10:05 بكون طبقنا النص ساعة. أنا شاككني قلبي إنه عم تهرب منك يا صهري، هو بالبيت وما بيرد. والله وأنا مثلك يا أخي، بس خايفة أقول. شو أبو حمدي أنت بتعرفه أكتر منا؟ أبو يامن مو معقول يعملها معي بنوب، يمكن راح الفرع مشان يسأل عنه. طيب خد له جرب. هلأ صرت تمشي على الثانية يعني؟ خد يا مخلوق، أصر دق له 6 مرات. لو كان الرجال ببيته كان دق لنا، ما في مانع عمتي من ذلك، كان دق لنا. صدقيني صرت استحي من مرته. يا جماعة شو رأيكم اتصل بنقيب الأطباء إلا ما يعرف له شي حدا؟ اي والله يا دكتورة خدي اتصلي. استني دكتورة، شو نقيب أطباء ما نقيب أطباء؟ انت التانية خليني استنى أبو يامين. أب مازين لك هذا طول، أبو إياد مو طول، لك حاكي. اي شو عليه، ليش لا نتصل؟ اعطس يرحمك الله. هاتي التليفون لشو. يا الله بسم الله. عميرن يلا احكوا. الو الو مرحبا اختي مياد، انا ابو مازن السمان رفيقه لجوزك وصاحبه من روح للروح. شلون الجميع؟ ان شاء الله تمام. شلون الاولاد؟ ان شاء الله ربي. دي اختي. هل الو هلا وقتك يخرب بيتك من قامتك لهون لاحقتيني كمان؟ شو بدك؟ اطبخي بالغلف فول، ان شاء الله بتاكلي سم القاتولي انت. مالك شايفتيني مشغول؟ ايه عند ابو صبحي، بعدين اتصلي فيني. بدي خساية جيبي، بن ما عندي مو مشكلة. يلا هلا بعدين بحكي معك. يبعث لك حما. ايه شلونك اختي؟ شلون الجميع؟
شلون الاولاد؟ ان شاء الله ربي بيحمي لك ياهم، ان شاء الله ربي بيربوا بعزك ودلالك. وصلوكي الاضامات على السكره؟ كسروا اسنان الاولاد؟ لا تاخذيني لا تاخذيني اختي. ايه صحيح، قولي لي ابو اياد وينه؟ مو هو؟ ما اجا من لما طلع من عنا؟ اختي دخيلك ما ان وصل لعندك حتى تقولي له انه يتصل فينا لهون. ايه نحن عم بيت ابو صبحي، رقم التليفون؟ بيعرفه هو، مسجله عنده. ايه دخيلك يا اختي. ايه الله معك، وينك؟ بعوض لك ياهم الاضامات على السكرات. شو جيب لك اضامه مغبره؟ ايه مو على راسي، الله معك. شو ها؟ ابو صبحي عم تكتك تليفونك، لك شو مراقب؟ لك الو، لك ما قلنا لك جيبي اللي بدك اياه. الو الو، ايوه هذا هو الرقم. ابو حمدي موجود، مين قل له؟ لك اهلين ابو يامن، لك بشر، انا ابو لربحي. خذ خذ خذ. اهلين ابو يامن، طولت علي سيدي، رحت لعندون؟ اي لا، ال 414. اي سامحك سيدي سامحك. ايوه أعوذ بالله. شو؟ لك فهمنا لسه أي بلا؟ حببت لي بدني. إيه معلوم سيدي معلوم، مصلحة البلد فوق كل شيء. بس سيدي إيه لا، فهمه فهمه سيدي، أكيد لا. طبعا أنا مستني، مع السلامة سيدي. شوف يا أبو حمدي، هيئتك مو مرتاح. شو بدي لك يا ابو صبحي؟ سمعتني بإذنك. قال ابو يامن راح لعندهم، بس قال شغلته صعبه لربحي يعني. قالوا له ارتباطات وفي الفرع 414 طالبوا كمان، بس يخلصوا منه ب 313 بدهم ياخذوه على الفرع الثاني. بقى الله يجيرنا من ال 515 يا رب. الهي لا يوفقهم، الهي لا يدر لهم بركه، ان شاء الله ما بيشوفوا طريق الخير يا حق الهي. لك ما صدقوا امتى لقطوه، هذا تبع ارتباطات يا جماعه، تبع ارتباطات. عمتي الحيطان الادانه. صبحي اخوك له معارف شيء وانا ما بعرفهن؟ اعوذ بالله بابا، كل ما عارفهم نعرفهم. صبحي احكي لا تخبي علي شيء حتى نعرف نتصرف. يا بابا يا حبيبي، ربحي ما له علاقه بالسياسه، منو بعمره ما فتح جريده. معناها صار لازم اتصل بنقيب الاطباء. اعطيني هالتليفون من عندك ابو حمدي. لحظه دكتوره، ما خليتيني كم في كلامي. وقال يا ابو صبحي انه واصلهم اخباريات انه انت معه وعم تسب عليهم. شفت ابو صبحي، النصيحه كانت بجمال ما عم تقبلها، هلا بضامي على سكر ما عم يقبلها. قلت لك لا تحكي قدامه شيء، بيهورك. ليك وهورك، الله ليوفقك وليأشعك خير يا ابو اياد. ما صدقت ابو صبحي حكى كلمتين حتى ناقشت تقرير من كعب الدس. يا لطيف يا لطيف، اللهم اني لا اسالك ربط القضاء بل اسالك اللطف فيه. Thank you.
على غفرة وقلة واجب وعشقة ولا بكي وقلة زوق 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 كترة غلبة على غفرة وقلة واجب وعشقة ولا بكي وقلة زوق 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 كترة غلبة يا ويلي 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 يا ويل مل عيني مل عيني مل عيني يا ويل مل عيني مل عيني يا ويلي